شو استاذ غضبان؟ يعني بدك واسطة لحتى الواحد يشوفك ويقعد معك؟ لا 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 واسطة ولا شيء. اول ما قال لي خي ابو خليل انك بدك يعني بدك تشوفيني تركت كل شيء وجيت. غضبان احكي الصراحة، قديش قلت لك مشان تجي معنا؟ والله انت قلتها صار خايلي شي 100 مرة، بس انا بدي يكون عزول بيناتكم. والله مصدقتك استاذ غضبان، مصدقتك. وهي جينا والتقينا، بتحبي تحكي شيء؟ عن شو؟ يعني عنك، عن خي ابو خليل. هو بصراحة انا كنت حابة يعني شوفك حتى احكي عن علاقتي انا وابو خليل. برو روحوا لبرو. بدي اقول لك شغله. انت بتأمري امر. قلت لي خلص بقى عندي شغل هلا. غضبان الموضوع كتير مهم. شو اجى الاستاذ حسام يخطبك يعني؟ يعني ما ضل غير هيك حديث مهم. لك اذا مهم اجلي شوي مشان اقدر افهم، هلا مشغول انا. ماشي ماشي يا غضبان. وينه ابو خليل؟ انا بعته مشوار. تفضلي احكي. بصراحة يعني انا كان بدي اسألك عن ابو خليل، عن وضعه، اولاده، وضعه المالي، شو عنده رزق، والاهم من هيك مرته، يعني ما زال انها شنيعة وبشعة هيك مثل ما عم يحكي، فليش قبل فيها؟ ان خليل بشعة وشنيعة؟ ولك والله هو البشع وهو الشنيع اصلا. الله يستر عليها خيتي ام خليل من الجميلات. يو شو عم تحكي انت؟ ايه مثل ما عم بحكي لي، اصلا هي لما بتكون بالدكان اللي بده يشتري بيشتري، هي مش هاي الدكان. بس ليكي بدي اسالك سؤال. تفضل اسال. يعني انت شو بدك منه وكيف تعرفتي عليه؟ انا ما بدي شيء. لكن كل هالعشق وهالاهتمام وهالاسئله عنه ابدك شيء؟ بصراحه غضبانه يعني انا هيك بحب اتعرف على الشباب، وبصراحه اكثر شفته كان عم يسحب رصيده من البنك، فيعني قلت لحالي حدا مليان. شو قلتي لي رصيده؟ عفوا قلت شي بيضحك؟ ولك هذا قرض من البنك باسم مرته ام خليل، وهي عملت له وكاله مشان يروح يسحب ويفتح دكانه. قلت لك شغله، ولك انا اللي اشتريت له الدكانه. يخرب بيته، الله لا يوفقه، شو كذاب. ليكي اسمعي شو بدي خليك، خليكي معه هالكام يوم واعطيني رقمك وانا بخبرك. بصراحة انا كل هذا الحكي ما بيهمني ولا هذا مقصدي. لكن شو قصدي؟ ما حلك تفهم غضبانه، قصدي انت. انا؟ ليكي انا لا عندي رصيد ولا اني ساحب قرض ولا عندي سيارة ولا عندي دكانة ولا عندي شيء، شو بدك مني؟ ما بيهمني، سجل رقمي عندك، في اشياء كتير مشتركة بيناتنا. لك سجله. لك سجله حاجة تتصفن. قديش رقم؟